بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا الإسلام يريد منا تنظيم أوقاتنا، يريد منا تنظيم كل أمورنا، اجعلوا النظم في جميع أموركم. هناك إشارات إلى تنظيم الأمور كلها في القرآن الكريم، في السنة النبوية. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وكل شيء عنده بمقدار. أوقات الصلاة، أوقات الحج، أوقات الصوم، أوقات الزكاة، أوقات دخول الأولاد والأتباع كما نظمها القرآن، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء، كلها أدلة واضحة من القرآن وطبعا بتبعه السنة عن النبي والأئمة في تنظيم الوقت. الوقت مهم جدا جدا جدا، لأنه وسيلتنا إلى تعمير العباد، تعمير البلاد وخدمة العباد، وهذا هو النجاح في الامتحان فننجح في الآخرة. هو رأس مالنا الوقت، فلنهتم بذلك جدا جدا. مما يروى في تنظيم الوقت حتى في الأعمال: أغدو إلى عزك، في الإشارة إلى التبكير في الذهاب إلى التجارة إلى العمل. هناك أوقات للمستحبات، وهناك رواية عن الإمام الكاظم يجدر بنا أن نتذكرها دائما، قال: اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات: ساعة لمناجاة الله، وساعة لأمر المعاش، يكون يكد على عياله ويشتغل ويربح، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم، وبهذه الساعة تقدرون على 3 ساعات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.